نوع من الاحتقار سابقا، ليس الجاوية ولكن كانت عملية ممنهجة من هرب من السلطة من جموج معاونة الجمعية في عمنا، ولا نعتبره ذنب عام واحد قصيت عليها ونعتبره ذنب، لأني اتصلت برئيس النادي ومكنني من بعض الأرقام الشفائية اللي هي فجعتني، يقول لي الديون فوق 20 مليار، وفي عبد الناصر إلا أن يصلح وضعيته ويوضح الأمور، فما عديد الأمور غير واضحة تمشي تقول له بربع من السفاس كنت سايب عليك خدمتك للسوق بسنة إيقاف، لأني تكلمت على حق النادي سفاقس، والنادي سفاقس قلت ليس للبيع أو للشراء، واللاعب إذا تنبيعه لفرنسا بعد 20 في فرنسا تقول عملية تحية شكون ما خداش شكون بيعوا لاعب، احنا واحد يقول 900 والآخر يقول مليار والآخر يقول 600 معروف سيد سليم شبوب برفض باش نشد أنا رئيس النادي سفاقس، رئيس سابق كان فهمتي ولا حرض سليم شبوب، وسيد سليم شبوب كلم حتى الرئيس السابق ما نحبش عليه نقول الرئيس محسود كيفاش شفيق جراي شد النادي الصفاقسي 48 ساعة صارت حرب سياسية على النادي الصفاقسي، على النادي الصفاقسي كيفاش سيد شفيق جراي شد النادي الصفاقسي بيرغم اني كنت لا ارغب فيها، حضرت عليه في بعض الاحيان يبكي على صفاقس ومجرد غنيه على صفاقس تبكيه، حجم نادي الصفاقسي اكبر منك ومن الناس اللي شدتها قبلك الكل، تاريخ امان خذ حقك ما تسلمش في حقك واحنا وراك الكل، بس صلاح الدين زحاف له دور في النادي الرياضي الصفاقسي، عنده نفوذ سياسي ما عنده نفوذ، له ميليشيته بكل ما اوتيت من قوه، لن اترك النادي الصفاقسي يمر باي ازمه، لن اترك النادي الصفاقسي فريسه سهله، ساقوم بواجبي تجاه ناديه فما انجينيراسيون على الاقل، احنا تخلفنا في وقت من الاوقات ما نخليوش اولادنا تورط الحقد علينا.